النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ اهلا وسهلا بيك، تشرف ومنور حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن محمد. هبدا مع حضرتك النهارده بمباراه الاهلي والمقاولين العرب، وبعد كده برضو نتكلم عن كاس العالم. ويعني حضرتك لسه كنت بتقول لي مباراه اسبانيا والمانيا مباراه جامده جدا. كانت لسه بنتفرج عليها بره. ماتش انتهت 1-1. انتهت 1-1. ماتش جامد. التعادل ده برضو خلى المجموعه لسه فيها كتير، لسه فيها كلام. لان اسبانيا كده 4، المانيا بونت، اليابان 3، كوستاريكا 3. طيب ما هي دلوقتي المانيا هتكسب كوستاريكا يعني طبعا، ولو اليابان اتعادلت مع هتبقى مع اسبانيا هيبقى اسبانيا اول. عدت، اسبانيا عدت، واليابان والمانيا، ويلعبوا بقى مين اللي كسب المواجهات المباشره. المباشره تطلع اليابان. اليابان توصل اليابان، توصل يعني اليابان. بالظبط. لو اتعادلوا هي لسه فيها، فلسه فيها ولسه كلام. المجاميع كلها برضو فيها لسه لخبطه يعني. يعني لسه فيها لخبطه كتيره جدا.